لكن اروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره، وما زالت التغطيه مستمره مع اتنين من زملائنا بالتاكيد، مريم سميح، نورهان طمان، وبالتاكيد تفاصيل اكتر عن وقائع المؤتمر الصحفي والاخبار والمعلومات من مقر النادي الاهلي بالجزيره. في البدايه برحب بمريم. نورهان التحيه ليكم، وتفضلوا واخر الاخبار معاكم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مساء الخير عليك، طبعا برحب بيك يا محمد وبرحب بضيوفك الاعزاء، طبعا ضيوف الاستوديو الاستاذ جمال الزهري والاستاذ عبد الحكيم ابو العم، طبعا برحب بزميلتي العزيزه نورهان طمان، طبعا يعني اكيد وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد، حدث اهلاوي جديد بيسطر او يعني بيتم كتابته في تاريخ النادي الاهلي، اكيد الاعلان عن الراعي الثالث وهي طبعا جي ال سي او شركه جي ال سي، بعد الاعلان عن طبعا الرعاه السابقين شركه اتصالات مصر وايضا ايضا طبعا بنك ابو ظبي الاول لمصر. اكيد طبعا هيبقى في مفاجات كتير جدا، احنا خلاص يعني يمكن دقائق قليله ويبدا المؤتمر الصحفي ان شاء الله، واكيد هيبقى في مفاجات، وده المؤتمر الصحفي الاول اللي بيقام طبعا يا محمد داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه طبعا ان كان في المؤتمرات اللي قبل كده كانت خارج مقر النادي الاهلي، والحقيقه ان هي كانت على قدر الحدث اكيد، زي ما احنا شفنا وتابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد برضو لما يكون النادي الاهلي بينظم حدث اكيد هيكون على قدر اكيد هذا الحدث العظيم. صحيح يا مريم، طبعا برحب بيك يا محمد وبرحب بضيوفك الكرام، واحنا هنا زي ما مريم قالت من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويمكن ده حدث سعيد ايضا لانه كمان احنا قدام يعني حدث بيحصل يا مريم في كاس العالم، في وقت الناس كتير قوي يعني مشغوله بكاس العالم، ولكن احنا عارفين كويس قوي ان جمهور الاهلي عنده غير، مع كامل الاحترام طبعا لبطوله كاس العالم واهميتها لمحبي كره القدم. النهارده المؤتمر، احنا كمان يعني انا حابه ان انا اشكر كل رجال المركز الاعلامي والقائمين على يعني المؤتمر اللي طول الوقت، او المؤتمرات بشكل عام اللي طول الوقت بتخرج يعني بشكل حلو، بشكل طول الوقت يليق باسم النادي الاهلي يا مريم، واحنا بنبقى طول الوقت فخورين بالمشهد اللي بيخرج بيه المؤتمرات، سواء كان تقديم مدير فني او تقديم رعاه، يعني بشكل عام الصوره دايما بتكون حلوه. وطبعا ان شاء الله زي ما قلنا لكم يمكن النهارده المؤتمر الاول اللي بيقام في طبعا فرع النادي الاهلي بالجزيره، كلمه كابتن محمود الخطيب ان شاء الله النهارده هتكون في المؤتمر، من المتوقع ان هي كالعاده كابتن محمود الخطيب ظهوره على السوشيال ميديا يا مريم بيفرق، وظهوره في الاعلام بشكل عام بيفرق، والناس طول الوقت بتحب تسمع دايما كلمه كابتن محمود الخطيب. واحنا طبعا امام يعني عقد رعايه ثالث، وان شاء الله يكون في اكتر كمان من كده يا مريم. اكيد طبعا ان شاء الله، طبعا يعني اكيد الحضور اول تحضير لهذا المؤتمر الهام اكيد يعني بيتم على قدم وساق، يمكن خليه نحل بتتم سواء على مستوى إدارة الأمن طبعا تحت قيادة العميد علاء صلاح، إدارة الخدمات كاملة بكل أفرادها. الحقيقة النهاردة النادي الأهلي رفع حالة الطوارئ طبعا أكيد علشان يكون التنظيم بهذا الشكل المشرف، البانرز موجودة منذ دخول أي يعني ضيف موجود أكيد داخل النادي الأهلي هيشوف أكيد التنظيم منذ وصوله على يعني بوابة رئيسية للنادي الأهلي، حضور الصحفيين بيتوافدوا يعني لحظة بعد لحظة طبعا علشان حضور هذا المؤتمر الهام. اكيد طبعا مش عايزين نغفل دور كل العاملين بالنادي الاهلي، طبعا عايزين نتكلم عن الحضور، اكيد النهارده هيكون في حضور طبعا اكيد لمجلس الاداره كاملا بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا هيكون اكيد موجود طبعا بصحبه عدد من لاعبي الفريق الاول لكره القدم، وايضا كابتن خالد العوضي المدير العام للنشاط الرياضي بالنادي الاهلي هيكون حاضر اكيد وبصحبته عدد ايضا من لاعبي الرياضات الاخرى اكيد، ده طبعا علشان يشهدوا هذا الحدث الهام. وطبعا اكيد هنكون معاك يا محمد لحظه بلحظه علشان يكون لنا لقاءات طبعا مع كبار الحضور، سواء طبعا من الكتاب الصحفيين اللي بيكونوا طبعا اكيد معانا دايما يا نورهان علشان يكونوا شاهدين على الاحداث الهامه. ونادي الصحفيين دايما الحضور الاعلامي لكل مؤتمرات النادي الاهلي بيكون مختلف، احنا طول الوقت بنحضر ده وبنشوف ده سواء من شاشه قناه النادي الاهلي او طبعاً من خلال الدعوات اللي بيرسلها النادي الاهلي للصحفيين، بيكون في فقره الاسئله دي تحديدا يا مريم، يعني احنا بنشوف انه يعني اعمالا بمبدا تداول المعلومات دايما النادي الاهلي بيعمل بشفافيه، المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي بتعمل بشفافيه، بنشوف يعني طول الوقت الامر مباشر وقدام الناس كلها ولايف، الموضوع بيكون يعني فعلا بيخرج بالصوره اللي احنا دايما بنتمناها للنادي الاهلي. طبعا زي لما بيتم الاعلان عن اي حدث للنادي الاهلي بيكون هو رقم واحد صحيح في كل الاحداث الرياضيه، واللي هنتابعه النهارده لحظه بلحظه زي ما قلنا لك يا محمد اكيد يعني بنناشد كل جمهور
النادي الاهلي وشاشه قناه النادي الاهلي ان هم يكونوا موجودين معانا، لان اكيد المؤتمر هيكون مذاع حصريا وايضا لقاءاتنا هتكون مستمره وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي. مستمرين معاك يا محمد طبعا الى انتهاء هذا الحدث الهام. شكرا جزيلا الزميله العزيزه مريم سميح والزميله العزيزه نورهان طمان، وبالتاكيد يمكن ادوكوا كده اطلاله سريعه على اخر الاخبار والمعلومات المتعلقه بوقائع المؤتمر الصحفي للاعلان عن الشريك الثالث لرعاة النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب